جاهزين يا نجومي؟ جاهزين جاهزين. انت لوية شوف بالثواني كلها عشان نزلت الرابط. شوف الحماس الناس بس يلا. تحتاج من يذكرها فقط. يلا 3 2 1 ابدا. مع من؟ معي مع عبد العزيز. 3 2 1 تفضل يا عبد العزيز. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله مساك بكل خير. اللهم انك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا. ايام فضيله ما حد منا يجهل هالفضل في الايام الفضيله. انا ودي اقول لكم حاجه في خاطري. انت تشوف ان ال15 ال30 40 50 100 200 300 تشوف انها حاجه بسيطه، لكن اجرها عند الله عظيم جدا جدا بشكل ما تتصورون. انا طالبكم طلبه من خاطر اخو لكم، اذا انتم تعدون اخوكم وهو اخوكم ايا كان. يا سلام. ابي منكم انكم تستشعرون الايام الفضيله هذه والله العظيم انها من محبه، ما بيها تفوتك وفاتك الاجر فيها. 10 ايام فقط تجتهد فيها بصدقه باي جميع العبادات، وفرها هالوقت في العشر ايام. لا تدري ان الله يكتبك من المغفر لهم في هالعشره الفضيله، ما تدري ان الله يحقق لك جميع امانيك. الحين ان شاء الله انا بتصل على اي احد من الربع نفس النظام ذا، ما يدري ما عنده خبر، اتصل عليه واعطيه خبر، ولعله انه من بعد تذكيري يفطن للشيء ذا ويشوف الموضوع بسيط ويتصدق بأي كم من المبلغ. ابيكم جميعكم في هاللحظه تسوون نفس الشيء، تتصل على محب، تتصل على شيء يا اخي زين المحب، له كلمته ودليته على خير له يرزقه الله منه، سو ليش ما يرد الحين؟ ضيف الله اي واحد والله اتصلت على طول. المهم الله يبارك فيكم، ابيكم جميعكم الان تتصل على اخ اخت عم خال جد ايا كان. السلام عليكم، انت على البث ها؟ كيف الحال؟ مبارك عليك العشر. علينا وعليك ان شاء الله. طيب اسمع، فيه تفطير صايمين في الحرم المكي حلو؟ اسمع، وحنا في عشر فضيله وانا ما عندي الا واحد من اخواني ودي لك بالخير. ضيف الغزاي عطنيه عطنيه. كم تتصدق به في العشر الفضيله اخر الثواني في الحرم المكي؟ تفطر لك صايم 15 ريال. بيض الله وجهك، والله يكتب اجرك، والله يجزاك خير. يلا شكرا يا ضيف. يبيك ابو عبد الله. لا لا خلاص شكرا، بس عشرة ما تسد منك يا ضيف الله. اسمع ابو سعود، بما انك شاعر عندك بيتين عن الاجر في الايام الفضيله شيء؟ يلا غزليه. الله شكرا لك، مع السلامه. قلها لي شوي. هذه عشرة، تفضل يا علي. تفضل علي. الله يسعد مساكم بكل خير، الله حيهم. يا مرحبا ومساء سلا. اول شيء اعتذر عن حضور امس، راني كان تعبان وعيني لحقها اللي لحقها، وانتم خير من عاد. الشيء الثاني اسال الله ان يتقبلنا منكم صالح الاعمال. الشيء الثالث اسال الله ان يجعلنا من اللي تقبل دعواتهم وتغفر ذنوبهم في الايام الفضيله يا رب العالمين. العشر الاواخر ما ندري متى ليله القدر، هي اليوم هي بكره هي. لذلك يا رب تصدق ابو بادر. والله العظيم كلام في خاطري انه واجد، واني ما ادري كيف اعبر ولا كيف اتكلم. والله العظيم يا امس انه جاني استشعار في موقف حاله تقريبا 50,000 كذا. والله يا رب اني امس استشعرت اني اقول يا اخي جعلني اقفلها في ساعه، ابي احس بالفرحه، ابي احس بالاجر. لذلك يا رب تصدق ابو وبادر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو شق تمره. الحديث واجد اللي حضرني واللي ما حضرني، لكن تبرع. عن ميت يقرب لك، عن اخ او اخت، اختك معرسه رايحه من في ديره بعيد ما اجيك الا في اجازه، تبرع عن عيالها، عن عيال اخوانك، عن اخوانك، خلك متوفي، خاله، عمه، جده. 15 ريال ما تاخذ منك شيء، والله العظيم انك تحولها 15 ريال ترى قد مشروب في البقاله قيمته 20 ريال، انت تشتريه عشان تروق. شهاده يعني 15 ريال تدفعها في الاجر وفي الخير ودفعها لاخرتك. احسن لك من مشروب، تشتري لك مشروب عشان تروق بس. والله اني اقول جد تورعوا تصدقوا. بس الله ان يوفقنا وياك، والله العظيم الكلام في خاطري انه واجد. شكرا لك يا علي. عبد العزيز غرد.
في حاجة بقولها لكم، أنتم زي ما شفتوا قبل شوي اتصلت على واحد من العيال قلت لي كيت 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 كيت، يا أخي أنت الحين عندك مجموعة ما يدرون عن الوقف، ما شافه، ما اطلع عليه، أنت بإمكانك أنك تدلهم على هالشيء ولك مثل أجرهم، الدال على الخير كفاعله ولك مثل أجره. يا أخي يا زين، المحبة لكانت من دعاء، تدله على خير، تعزه وتغليه، رح تدله على خير يا أخي، أمك، أخوك، عمك، خالك، محبينك، صديقك، أياً كان، حنا على أيام فضيلة، تروح تفطر لك صايمين وترسلها له كهدية. يا أخي ملينا من الهدايا اللي نحطها عندنا وتروح وتيجي، يبقى أثرها، يا أم أنها وردة وتروح، يا أم أنها ساعة وتخرب، يا أم أنها لبس ويبيت. يا حلوها دعوة لا بقت لك أجر في الآخرة، وتمتد وتنفع وترزقها الشيء الطيب اللي معه لين يموت. وتذكر أن الصدقة فضلها عند الله كبير، وأنه يستظل فيها يوم القيامة. الشيء الثاني، أبيكم بعد الآن كل بوكم تكفون، والله العظيم ما عاد قلت تكفون إلا في خير، تكفون، امسك جوالك ودع وسو، خلى الجوال ورح ارسلها لمن الشخص تحبه، افعل بها أنت، كم 200 300 400، والله العظيم إنها عندنا وعند مصاريفنا شيء بسيط. ما معك هالشيء دل على الخير يا مال الشحم، روح انشر في جميع الجروبات، انشر في السنابات. أنا منزلها ستوري الحين، كم مشاهدة مثلا؟ لو كل شخص دفع 15 ريال بس، 15، أنت حط في مخك 15، كم بنفطر صايم؟ أنت لحالك بس حطيت 15، شخص ثاني مقتدر حط 200 300، شخص ثالث مقتدر حط 500. أبيكم كلكم الآن ترفعون الشاشة وتتصدقون، كل شخص لا يعتمد على غيره يقول بيجي من يتصدق، لا، أبيك أنت تستفيد من الأجر، أنت تستغل هالشيء، أنت اللي تأخذ الأجر وتسبق به، لأن هيام معدودة في أقدر مضاد، ولا تطلع خسران منه، استفد واغتنم هالشهر الفضيل، والله يحقق لك ما تتمنى. شكرا لك عبد العزيز. العفو. 3-2-1 علي تفضل. عني ادخلوا الرابط وتبرعوا واكسبوا الأجر. الأجر. أكرم ضيف الرحمن يكرمك الرحمن. يلا خلني بحطها. أكرم، صبر خلني أحط قواس. أكرم ضيف الرحمن يكرمك الرحمن. يكرمك الرحمن. تدري عادل قدموا أنهم يكونون من خدام ضيوف الرحمن في بيت الرحمن؟ هاني بنزه الحين عبد الله. كيف؟ تكلم يا علي، معك باقي دقيقة 20 ثانية. أي أصبر أصبر، الوقت راح. عبد العزيز ما قصر الكلام، ترى عبد العزيز تكلم على لساني وعلى لسانه، لان كل بينا نبغي لكم الاجر، نبغى نشارك الاجر ونبغي الخير في نفس الوقت، نبغي نفوز في النقاط ونبغي نفوز في الدنيا ونفوز بالاخره. عبد العزيز كلم، انا والله ما طري في بالي اني اكلم واحد مني، لكن بكلم واحد من العيال، والله اني ما ادري وين الحين، والله اني ما ادري وين، ابى اكلمه ابو عبد الله، ابى اشوفه. بس لحظه، ابى اخليه يتبرع يا اخي. يلا الآن 205 صائم عند البيرق مقابل 209 عند السداد، إذا فاز السداد يتأهل للنهائي. ألو، السلام عليكم. السلام، مرحبا ومسهلا. مرحبا محمد. مرحبا هادي، إيش حالك؟ عساك طيب. تعالك طيب، شلونك؟ عساك طيب. يلا حيا. الله يبقيك. الله حيا، شلونك؟ الله يبقيك. وينك؟ شري منك. الله موجود حول الهجن. عند الهجن. الله الله، يلا حيا. الله يرزقك ويرزقك بالسبوق. والله المزيد. الله يجزاك خير. وينك يا ولد؟ أتحي القناة ولا برا؟ لا والله في القناة، وترك على البث المباشر الحين يا صاحبي. الله رحمه. تبقى لك نسمعني. أنت رجال راعي هجن، ورجال إن تبغى يسب وتبغى الله يعوضك بالسبوق تجيب دراهم، صح؟ إن شاء الله. طيب إحنا عندنا رابط تبرع في جمعية استدامة لإفطار الصايمين في مكة. الصائم الواحد ب15 ريال انك تفطر صائم في بيت الله سبحانه وتعالى. هل انت صالح بدونك تتبرع؟ باذن الله ان شاء الله. كم بتتبرع به؟ الصائم ب15 ريال. اتبرع ب100 سهم يا ابو هاد. 100 صائم؟ نعم. 1500 ريال. بيض الله وجهك. صفق عليك وجلات، صفق يا صفق. يستاهل. شكرا لك يا علي. الله يجزاك خير يا ابو محمد. شكرا لك يا ابو محمد. يا مرحبا بك، مساء مرحبا. يجزاك خير اللي دليتنا على وياك. وياك يعني افداك، هذه والله بركة الساعات.
فعاد من بك تليفون يا أخي. مرحبا مرحبا مرحبا. شكرا لك يا علي. وياك شكرا لك يا عبد العزيز. العفو يا ابو عبد الله. شكرا على الصدام علي هادي. وصلنا. انا ما ادري والله. اي كلها اجر. الان فازوا الشداد على البيرق. والله انا والله ما ادري من فاز. تبي الصدق ليه؟ والله اهتميت بدلاله الخير. اي والله. الله يجزاك خير ويحرمك الاجر. اول مره يا رب انا حصل علي موقف مو بلازم اني اقوله في الاعلام، والله اني ما ودي اقوله وانا بقايله في الاعلام. لكن انا اليومين ذي والله اني قاعد الحين ابو عبد الله قم لي فاز، والله اني ما ادري. انا حصاي موقف اليومين دي والله اني ما ابغى احتسب ولا الاجر، واني ابغى استشعر فرحه اني انتظرها من سنين. تعال الله يرزقنا واياكم ان شاء الله بالخير وفعلوا الخير واكسبوا الاجر يا اخواني. شكرا لك يا علي، شكرا لك عبد العزيز. فاز الشداد، الان الشداد يتاهل للنهائي ب 8000 نقطه، بيلعب البيرق مع الشلفة، والفائز منهم بينتقل للنهائي مع 5000 نقطه. اول شيء الله يجزاهم خير. تفضل يا عبد العزيز. وكل من تصدق وساهم في هالشيء الله يجزاك ألف خير ويحقق لك ما تتمنى. الله يجعل لك في كل خطوة تخطيها نجاح. الله يسهل لكم، وبوصيكم أنكم تكثرون في هالأيام. اللهم إنك عفو كريم من تحب العفو فاعف عنا. أيام فضيلة بادرتوا وجزاكم الله خير. أنا وعلي أخوي اليوم مجرد أن نذكركم وأن ننبهكم على هالشيء. الله يكتب أجرنا ويكتب أجركم. دلوا على الخير مثل ما أنا وعلي دليناكم على الخير اليوم. دلوا الناس ما هب تدري وله بالتابع، وصوهم حثوا على الشيء ذا، ذكروهم، استغلوا هالأيام. الله يجزاكم خير ويحقق لكم ما تتمنوا. آمين. شكرا لك يا عبد العزيز. شكرا لك يا علي. أحتاج واحد من الشلفة على ما أخذ كلمة من أبو تخيل يقول أنا عندي كلمة ودي أشارك فيها. أنا أدلي واحد من الشلفة أتكلم. تفضل. أنا أذنك. تفضل.